بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خياتي، جوزوا معايا تشوفوا واش حضرت اليوم العشاء. نبداو بالعجيجات. انا كنت معوله قلتكم ندير عجيجات تاع الشوفلاغ وبطاطا وندير السوب. دوك نبداو قلنا بالعجيجات. هاي اللي كنت غليت حبيبات بطاطا مع راس تاع الشوفلاغ، درت نصو ونصو نحيتو، قلت غدوة ان شاء الله نديرو بالبيض. هاولي كان نطحن فيهم حتى تندمج هذيك البطاطا مع الشوفلوغ. دوك نزيد مكونات الباقيه. هنزيد المعدنوس، وكنت نقيت حبيبه بصل صغيره ولا نص حبه مويه، قطعوها قطعتها صغيره ودرتها في المقله مع شويه زيت شويه ما شويه في الكحل، ماشي حتى يدوب قسمه يولي شويه ترونسبارون باك ونزيدو لها، شي لازم حتى يطيب. دوك نزيد الفرماج. انا كنت درت نص تاع بلاكه تاع فرماج تاع الشاف، يعني درت نصها. نزيد نطحن توجور، ندخل مليح هذاك الفرماج في المكونات الاخرى. هاوليك هذاك البصل، شوفوا كيفاه ما طابش فريمون، غير ولا شويه ترونسبارون برك، ونرميه مع المكونات الاخرى. ودوك ندخل كلش في بعضه. دوك هنا نزيد حبيبه بيض. انا درت حبيبه بيض صغيره باسكو انا ما عنديش كميه كبيره. نزيد نخلطها مليح، ندمجها مليح مع المكونات الاخرى، ومن بعد نزيد باقي المكونات. هنا نزيد لا شابلوغ. هاد لا شابلوغ تشرب لي الماء لي مازالو في البطاطا والشوفلاغ، تنشف هاد لا بريباراسيون، وباش نقدر نشكل كويرات. هنا دوق ندير لي زيبيس. درت شويه كمون وشويه فلفل كحل والملح ما كان له، خاطر هما طابو الشوفلوغ البطاطا طابو بالملح، وزدت لهم فرماج دونك سا. هنا زدت شويه زيتون، زيتون كونكاسي زدت قطعته
طراف صغار وزدتو، دوك نخلط كلش ونحطها ابا ونجوزو نديرو لا سوب. معاوله ندير لا سوب تاع الكابويا. عندي طرف تاع كابويا، زوج حبيبات زروديه، حبيبه بصل مويان، وحبيبه بطاطا، ما كبيره بزاف ما صغيره. نجوز نقي الخضره ديالي، نغسلها بالطبع ونقطعها في طنجره. دوك هنا ندير لها شويه زيت، شويه ملح، شويه فلفل كحل، ونخليها تتقلع في غرضها. ما تحتاجش لي زيبيس بزاف، قلتنا غير ملح وفلفل كحل. انا كنت حابه نزيد لها جوز الطيب بصح ما عنديش، خلصت لي ونسيت باش نشري. لي سوب يوالمو بزاف في الشتاء، سورتو في العشاء، خفاف وما يضروش الكولون. هنا باش هذيك نهضرت لكم على هذا، نعيطوا له ديستريبيتور دو، موزع الماء، هذا اللي قلت لكم عليه. شوفوا الان كيفاش، هذيك نهار كنت حابه وريت لكم. اي با ساني جامي ترو تار. هاوليك هاوليك كيفاش يستعمل. هاي كي نقول لكم هذا والله ما ندمت عليه، وماهوش غالي بزاف، يعني سافول كل واحد يشريه، براتيك بالبزاف. نولو لاسوب تاعنا، هاي اللي قدرت لها الزيت انا فوق النار، قلت لكم هاي لك فلفل كحل وشويه ماشي بزاف، غير رشه برك والملح، ونخليها تتقلى في غردها. من بعد نمرقها بماء سخون. هنا لاسوب تاعنا يتقلى بتي فو، حنا نجوزو العجيجه ديالنا. دوك نبدا نشكل في الكويرات ونحطهم في لاشابلوغ، نرمدهم في لاشابلوغ ونحطهم بجه حتى كي ندير الكميه الكافيه اللي باش تعمر لي المقله، نحطهم ومن بعد نولي نزيد نشكل واحد اخرين. هنا لاشابلوغ هادي انا اللي نخدمها، كي يقعد لي الخبز ما نرموهش، يا اخي قلنا ما نرموهش. دوك انا واش ندير، نحمرو، نزيد نكمل نيبسو في الكوشة، نحمرو مليح، من بعد نجوزو في الروبو. كاين لي كي نغربلو نتحصل على هذاك اللي يكون فان، ولا لاخر نخليه كيما هنايا كان ما نجوز فيه عجيجات، ولا نخليه شوية خشين. هكذا نعاودو نديرو إعادة تدوير وما نضيعوش، حرام.
هاوليك هنا نكمل العجيجات ديالي حتى يخلصوا كامل. بيان سور الزيت ديالي راهي تسخن، نسخنها مليح ومن بعد نقصلها وكل شيء طيب، يعني جوست باش يحمروا. عمليك نبلاطيهم شويه وبعد نديرهم يتقلاو في المقله. العجيجه تاعهم يتقلاو ولا صوب تاعنا بعد ما تقلات خلاص حتى تلقط الخضره تاعها الماء ديالها، هنا نجوزو نمرقو. مرقت بماء دافي، طابت لا صوب، درت لها الفرماج، دوق نمكسيها. عمليك العجيجه تاعنا وجدوا في طبق التقديم، قدمتهم مع الشلاضه. هاديك حطينا طبلة تاع العشاء، هايلة سوب. شوفو كيش جات اونكتيوز، كيش جات فولوتي، جات هايلة، واحد البنة والله ما نحكي لكم، روعة روعة روعة. شهيتكم في الجنة ان شاء الله. هذا جواز تاع بو، انا درت معدنوس، درت غير ليا خاطر هما ما يحبوش، انا نحب المعدنوس اني درتو. هذا جواز تاع لوبيا مشطو درتو الصباح. هاوليك العجيجات هادوك، شوفو كيفاش جاو. خبز فطير كيما قلتكم، انا كي ندير لاسوب لازم خبز فطير ولا الكسره ولا اغرو مقران. نتمنى تجربوا الوصفات وتنجحوا فيها ان شاء الله. لي مازال ما اشتركتش معنا، دعوها للاشتراك. السلام عليكم، في امان الله.